بسم الله الرحمن الرحيم. ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مدجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجم عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. أي بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على ما سامع حضراتكم قارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف القارئ والمقيم بجبين الكوم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما
هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاء مستجر
حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق
ما الحق كأنهم أعجاز
فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن خلقنا من السماء بناها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجا
متاعا لكم ولأنعامكم. لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك بك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. كل القلوب إلى النبي تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. سبحت باسم علاك يا ربي، فإذا سكت اللسان فسبحت أعضائي. والله ما حملت أنسى ولا وضعت كمثل أحمد في الأخلاء وديني. هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان على أرض الإسلام، عشنا مع خير حديث لا يمل سماعه، وصوت يترقبه الكل استماعه. عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، ألا وهو القرآن الكريم، والتي تلعل مسامع حضراتكم قارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، القارئ والمقيم بجبيل الكوم. أيها السادة، تقبل الله عزاءكم جميعا.